عصيبة ومهما كان الضوء خافتا، ولا نستطيع أن نخفي على أنفسنا أننا واجهنا نكسة خطيرة خلال الأيام الأخيرة. ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. في صباح 5 يونيو عام 1967 اتحركت 180 طائرة إسرائيلية متجهة من إسرائيل دايركت على مصر، على سيناء وعلى بعض المحاور والأماكن اللي بتخص الدشم والمطارات العسكرية المصرية. والساعة 7 صباحا تم بدء الهجوم، ولكن كان الهجوم أيضا من احتلال قرية في العريش، قرية مصرية، وتم ضرب مجموعة كبيرة من المطارات المصرية اللي عملت شلل كبير وشلل شبه تام في سلاح الطيران المصري. في الوقت ده كانت الإذاعة المصرية هنا بتعلن عن إسقاط العديد من الطائرات الإسرائيلية، وإن احنا خلاص على أبواب إسرائيل، وإن احنا داخلين عليهم يوم التاني التالت. كل الإذاعات والصحف المصرية بتقول أنباء، ولكن الأنباء الخارجية والإذاعات الخارجية بتقول كلام تاني. الناس ما بقتش عارفة تصدق مين. إذاعة لندن والإذاعات اللي برة عمالين بيقولوا إن الجيش المصري عمال بيتكبد خسائر كبيرة، وهنا في مصر بنقول لا، أكيد الإذاعات الخارجية دي كدابة، الإذاعات دي بتقول كلام غير صحيح علشان يضعفوا ونروحنا المعنوية. ولكن نفاجأ أن الرئيس جمال عبد الناصر طالع أمام الشعب وبيتكلم معاهم بأول مرة بصراحة عن الحرب دي تحديدا، وبيقول لهم إن أنا عايزكم تساعدوني علشان أتنحى عن الحكم. وبيعترف فيها الرئيس جمال عبد الناصر عن نكسة 67. طب السؤال هنا، مين المسؤول عن 67 واللي حصلت؟ هل الرئيس جمال عبد الناصر ولا المشير عبد الحكيم عامر؟ وإيه كان موقف الاتحاد السوفيتي وموقف أمريكا من تلك الحرب؟ السلام عليكم واهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. بتكلم النهارده عن احداث اللي حصلت في 67، والواحد مش متضايق نهائي، لان احنا الحمد لله رافعين راسنا كويس قوي قوي. اليهود او الاسرائيليين عمرهم ما فرطوا في ارض ابدا هم احتلوها، غير ان هم رجعونا او احنا اللي رجعنا ارضنا ما بين سنانهم. فاليهود عمرهم ما يسدوا لك ارض الا ما يبقوا متاكدين ان هم منهزمين. علشان الناس اللي بتتفلسف كتير، احنا عندنا ارضنا واستردينا ارضنا. فبالتالي احنا لما بنتكلم مش بنتكلم علشان ان احنا هنبقى حزنانين وان احنا متضايقين، ولكن بنتحدث في الموضوع ده كنقطه تاريخيه، وان احنا بنتعلم وناخد دروس مستفاده من اللي حصل. وعلشان نتكلم عن 67 لازم قبلها ببساطه ناخد كده في رتوش بسيطه اللي حصل قبلها. اللي حصل بيبتدي من الأيام الحرب العالمية الثانية، لما كان هتلر بياخد اليهود وبيعذبهم في المحارق وفي الهولوكوست، ودي قصة معروفة فعلا ومثبتة تاريخيا. ولكن ده ما يمنعش ان كان على قد ما هتلر كان سفاح، ان الا برضو الكيان الصهيوني والعدو الصهيوني هو سفاح برضو في نفس الوقت. يعني هتلر كان عامل المحارق لليهود، فاليهود كانوا بيهربوا على ارض فلسطين، اتكونت جماعات يهودية وعصابات صهيونية كتيرة في قلب دولة فلسطين. اما كان في انتداب بريطاني موجود على فلسطين، خلاص بريطانيا احنا بقى هناخد بعضنا ونمشي، اصل احنا بقى هنسيبكم بقى مع اليهود. وبريطانيا خدت بعضها وراحت شايلة ايدها من على فلسطين. حصلت حرب اهلية بينها وبين المسلمين، او بين الفلسطينيين وبين الاسرائيليين، كانت حرب اهلية كبيرة. وانتهت الموضوع ان دخلت مصر والعراق وسوريا ولبنان والاردن الحرب امام اسرائيل في حرب عام 1948، واتهزمنا في 1948. رغم انه كان المفترض ان احنا نغلب ونهزم اليهود في 1948، الا ان نتيجة فساد داخلي هنا في مصر، ونتيجة الفساد في الملك ما كانش فاضي، غرقان مع الحريم بتوعه والفضايح النسائية اللي كان فيها الملك فاروق. في كل الاحوال اصبحت فلسطين تحت يد الاحتلال الاسرائيلي. ومن هنا كانت بداية الزريعة اللي ما بين مصر والدول العربية
وما بين إسرائيل أو الكيان الصهيوني. دي كانت مرحلة. المرحلة الثانية وهي 56 لما جت فرنسا وإنجلترا، والقصة المعروفة اللي سبق وعملت عنها فيديو عن 56 ودخول إسرائيل، لولا إن الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وجهوا إنذارات إليهم انسحبوا. كل ده حصل قبل 67، يعني أساسا قبل 67 العملية كان فيها احتقان كبير ما بين مصر وما بين إسرائيل. في الوضع الداخلي انتوا عارفين الصراعات الداخلية اللي حصلت في مصر، سواء من ناحية الرئيس محمد نجيب مع الرئيس جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، او سواء مع بعض مراكز القوى اللي كانت موجودة في مصر. وبالتالي كان عبد الحكيم عامر كان صديق قريب قوي للرئيس جمال عبد الناصر. عبد الحكيم عامر اللي نط من رائد الى لواء في رتبة واحدة، ما حصلتش في مصر ولكن حصلت مع عبد الحكيم عامر، وهوب بعدها بفترة بسيطة اصبح المشير عبد الحكيم عامر. هل المشير عبد الحكيم عامر كان ماسك بس منصب الجيش ووزارة الدفاع؟ لا طبعا، كان ماسك مناصب كتيرة جدا في مصر، من هيئات واتحادات رياضية، كان ماسك حاجات كتير ما تعرفش هو كان متفرغ لإيه ولا لإيه. ومصر في الوقت ده كانت بتاخد الأسلحة بتاعتها من الاتحاد السوفيتي، وإسرائيل كانت بتاخد الأسلحة بتاعتها من الولايات المتحدة الأمريكية. كانت الحرب في فيتنام على أشدها، وركز بقى، لأن فيتنام كانت حرب بالوكالة أمام الاتحاد السوفيتي، وأمريكا كانت في أرض فيتنام، وكانت أمريكا مسخرة كل جيشها في فيتنام علشان تكسب بأي شكل، ولكن كان الأمريكان عمالين بيخسروا خسائر كبيرة، فكانت أمريكا عايزة ترد الصاع صاعين أمام الاتحاد السوفيتي. مين اللي حليف الاتحاد السوفيتي هنا في المنطقة؟ مصر وسوريا والعراق. ومصر كانت الشوكة الكبيرة اللي أمام إسرائيل وأمام أمريكا، ومصر كانت حليف استراتيجي كبير قوي للاتحاد السوفيتي. فالعمل إن احنا نستفز مصر ونجر شكل مصر. الحقيقة أن الرئيس جمال عبد الناصر كانت ردود أفعاله، كانوا الأمريكان واليهود كانوا بيعرفوا أن هم يتوقعوها كويس. خد بالك، ممكن رئيس دولة أو زعيم ما تعرفش تتوقع ردود أفعاله، وممكن رئيس دولة تانية تعرف تتوقع ردود أفعاله. فاليهود كانوا بيلعبوا على النقطة إن إحنا إزاي نلعب بالرئيس جمال عبد الناصر ونطلع منه ردود أفعال إحنا عاوزين إن هو يعملها. كان الرئيس السادات الله يرحمه في الوقت ده كان رئيس مجلس الشعب، وكان في زيارة للاتحاد السوفيتي، وهو بيغادر هناك كان المسؤول عن وزارة الخارجية الاتحاد السوفيتي بلغ الرئيس السادات وقال له خدوا بالكم علشان إسرائيل بتحشد القوات بتاعتها تجاه سوريا. والرئيس السادات بلغ الرئيس جمال عبد الناصر، طبعا رئيس السادات كان ساعتها ما كانش الرئيس، كان ماسك مجلس الشعب، ولكن بلغ ساعتها الرئيس جمال عبد الناصر بالأمر ده. بالإضافة إن احنا عندنا رفعت الجمال والمخابرات المصرية كانت مبلغة الرئيس جمال عبد الناصر إن في حشود عسكرية موجودة تجاه هضبة الجولان وتجاه سوريا. هنا في مصر ما كانش فيه الحشد العسكري، اللواء محمد فوزي وهو كان رئيس الأركان راح بنفسه هناك علشان يتحرى، مش لاقي في حشد عسكري، وكان الجانب العسكري ما بين رأيين، في رأي بيقول ان إسرائيل عاملة فعلا حشد عسكري، وفي رأي تاني بيقول لا إسرائيل مش عاملة حشد عسكري. طب احنا هنا مالنا في مصر؟ علشان كان في اتفاقية دفاع مشترك ما بين مصر وما بين سوريا، فبالتالي اللي هيجي على سوريا يعتبر بيجي علينا في الوقت ده. ترجع تاني للاتحاد السوفيتي ويكرر نفس الكلام ويكرر نفس التحذير لمصر، إسرائيل بتحشد القوات بتاعتها على حدود سوريا. بقى الموضوع تطور إلى كان ليفي أشكل كان رئيس الوزراء إسرائيل في الوقت ده، لدرجة إن السفير الاتحاد السوفيتي في إسرائيل راح خبط على بيت ليفي أشكل، راح له في نص الليل وبيصحيه هو ومراته علشان بيقول ليفي أشكل انتوا ليه بتحشدوا قوات بتاعتكم عند سوريا وحدود الجولان، لدرجة ان ليفي أشكل قال له احنا ما عملناش كده، تحب تاخدك ونروح دلوقتي ونشوف؟ ما راحوش طبعا ولا شافوا، ولكن كان الكلام هنا ان اسرائيل بتحشد القوات بتاعتها عند سوريا وان احنا بالتالي لازم نحرك القوات بتاعتنا. فاصبح ان في حشد وتحرك من القوات العسكرية المصرية علشان يخففوا العبء على سوريا. طب علشان تحرك القوات بتاعتك انت اساسا عندك قوات حفظ السلام من ايام 56 موجودة في مصر،
قوات أجنبية موجودة في مصر. الرئيس جمال عبد الناصر ما طلبش إن قوات حفظ السلام دي تمشي، قال لهم إن أنتوا تتحركوا من المواقع بتاعتكم، وطبعًا لأن كان في اتفاقية قبل كده سابقة وجاهزة، فجم القادة بتوع قوات حفظ السلام اللي موجودين في مصر ما قالوش إن إحنا هنتحرك، قالوا ده جمال عبد الناصر والرئيس جمال عبد الناصر بيمشينا، وراحوا واخدين بعضهم ومشيوا. فبالتالي أمام العالم مصر طردت قوات حفظ السلام، يعني معناها إيه؟ يعني معناها ان بنسبة 50% انك انت كده هتحارب. كان القرار التاني وهو اللي جه الرئيس جمال عبد الناصر وجمع فيه مجموعة من قيادات الثورة ورئيس الوزراء المصري كان صدقي سليمان وكل القيادات العسكرية، وقال لهم دلوقتي احنا عندنا مضيق تيران، لازم نقفل المضيق ده. ليه؟ لان قبلها اساسا خد بالك من اللي حصل، قبلها لما كان عند مضيق تيران وبيتحط علم الأمم المتحدة كان بعض الدول العربية بدون ذكر أسماء كانوا في الإذاعات بتاعتهم بيقولوا على مصر إن هو خايف، إن الرئيس عبد الناصر خايف وجبان من إن هو يوقف المضيق على الإسرائيليين وعمالين يسخنوا فيك. فلما أساسا ما عادش دلوقتي مضيق تيران بتمسكه الأمم المتحدة وأصبح تحت السيادة المصرية، فما بالك بقى هيقولوا إيه؟ ده الرئيس عبد الناصر خاين والرئيس عبد الناصر جبان. فكان الحل إن الرئيس عبد الناصر قال لهم هل ان احنا ممكن نقفل مضيق تيران؟ كله قال نقفل مضيق تيران الا رئيس الوزراء المصري في الوقت ده صدقي سليمان اللي رفض ان احنا نقفل مضيق تيران، لان قفل مضيق تيران معناها ان انت بنسبة 100% هتحارب اليهود، بنسبة 100% هتقف قدام اسرائيل. وساعتها الرئيس عبد الناصر سأل عبد الحكيم عامر وقال له هل انت جاهز للحرب؟ قال له الجملة الشهيرة برقبتي يا ريس، برقبتي يا ريس. كان في الوقت ده رئيس امريكا كان جونسون، وتحركت اسرائيل بالدبلوماسيين بتوعها وبالرجال بتوعها وراحوا على امريكا علشان ان احنا عايزين امريكا تقف معانا. جت امريكا قالت لليهود والله لو مصر هي اللي هجمت احنا هنقف معاكم، لو انتوا اللي هجمتوا تتحملوا العواقب. وبرضو الاتحاد السوفيتي ادى كلمة للرئيس عبد الناصر ان لو امريكا دخلت الحرب مع اسرائيل احنا هنقف معاكم. ده معناها ان لو امريكا ما دخلتش الحرب بشكل واضح فبالتالي كانت التقديرات العسكرية الامريكية والخبراء العسكريين الامريكان عارفين بدراية كبيرة بقوات الجيش المصري وقوات الجيش الاسرائيلي، وكانوا متوقعين ان لو اسرائيل هي اللي هجمت علينا في الوقت ده فهتقدر في خلال 7 ايام انها تتمكن من سيناء، ولكن لو قوات الجيش المصرية هي اللي هجمت على اسرائيل فالموضوع هيطول، ولكن ايضا اسرائيل اللي هي اللي هتكسب. ليه؟ اشمعنى التقدير ده؟ علشان حضرتك جيشك كان منهك بشكل كبير في حرب اليمن لسنوات كبيرة، في حرب اليمن استنفذت الغطاء الذهبي، في حرب اليمن استنفذت كل حاجة في حرب اليمن، فانت منهك. بالاضافة ان الجيش المصري والاستعداد القتالي ما كانش على الدرجة القصوى اللي المفروض ان كان يبقى بيها في الفترة دي امام الاسرائيليين وانت داخل على حرب. من الواضح ان المشير عبد الحكيم عامر ما كانش فعلا عنده الدراية الكافية بقوات الجيش المصرية في الفترة دي، ولا عنده الدراية الكافية بقوات الجيش الإسرائيلية في الفترة دي. وقامت الحرب في يوم 5 يونيو عام 1967، وكانت الكارثة ان في اليوم ده ان المشير عبد الحكيم عامر واخد بعضه ورايح بطيارة هليكوبتر على سيناء صباحا. فبالتالي لما بيبقى وزير الدفاع او عبد الحكيم عامر رايح سيناء فالمطارات والطيران الحربي لازم يبقى على الارض، والدفاع الجوي لازم يبقى يعني الصواريخ بدل ما هي تبقى موجهة تبقى غير موجهة. فبالتالي اسرائيل دخلت بتضرب وبتشيل. مين اللي كان يبقى مسؤول على ان كان المفروض ان وزير الدفاع ما يعملش كده؟ هو عبد الحكيم عامر. ومين اللي مسؤول على ان عبد الحكيم عامر كان هو يبقى اللي ماسك الجيش المصري؟ الرئيس عبد الناصر. الرئيس عبد الناصر اما كانش ذنبه عسكريا وجود عبد الحكيم عامر كوزير دفاع، فالرئيس عبد الناصر متحمل الكارثه الكبيره اللي حصلت في انه ابقى عبد الحكيم عامر على منصبه. لما انت تبقى عارف ان الحرب خلاص هتحصل وانت تتوجه الى سيناء وانت عارف ان ما ينفعش طيران يتحرك، وبالتالي ضربت كل المطارات المصريه. في نفس الوقت ايضا كانوا بيتوجهوا على الضفة من القدس وفي الأردن، وتحركت القوات الإسرائيلية واحتلت الضفة الغربية
من فلسطين وتم احتلال القدس، وبعدها بثلاث أيام في يوم 9 ابتدوا يهجموا على الجولان، وكانت ضربة في الجولان على أشده، الأمر اللي خلى قوات السورية أنها تنسحب وترجع علشان تدافع عن دمشق. حجم الضربات والنبالم والقنابل اللي نزلت على الجولان يمكن أكتر من اللي نزلت على سيناء، وكان الكل متوقع غير كده. عتاد عدد كان المفترض أن الجيش المصري هو اللي ينتصر، ولكن اللي حصل ان كانت الاذاعات المصريه عماله بتقول كلام واللي بيحصل كان كلام تاني، وطلع الرئيس جمال عبد الناصر في خطاب الشهير خطاب التنحي وبيقول للناس انا عايزكم تساعدوني علشان ان انا متحمل المسؤوليه وارجع تاني ما بين صفوف الشعب. هل كان الموضوع يرجع بس ما بين صفوف الشعب؟ ان احنا شفنا مسؤولية الهزيمة دي كاملة لما يبقى كان المفترض ان احنا اللي نهجم، وتقول لوزير الدفاع ساعتها طب انت تهجم ومتوقع ان انت هتخسر بنسبة كام في المية لو هما اللي هجموا؟ قال والله لو هما اللي هجموا هنخسر حوالي 40%، وبعد كده ممكن احنا نعمل هجمة مضادة. قال له خلاص وخليهم هما اللي يهجموا. قال له يعني هما اللي يهجموا؟ قال له ما هو انت يا تهجم وتبقى ساعتها هتحارب امريكا، يا اما هما يهجموا وتتلقى الضربة وبعد كده تعمل ضربة مضادة. والكلام ده مش كلامي، الكلام ده اللي ذكر. وللأسف الشديد ان خطة الانسحاب، يعني اما كانش عبد الحكيم عامر اخطأ بسبب هزيمة الحرب فكفاية خطة الانسحاب، المفترض ان هو قال للفريق محمد فوزي، كان ساعتها اللواء محمد فوزي رئيس الاركان، اعمل لي خطة الانسحاب وجهز هو ومجموعة القادة الجيش خطة الانسحاب، جاي بيسلمها لعبد الحكيم عامر. فوجئ ان عبد الحكيم عامر اساسا قال للقوات المصريه انسحبوا. عارف يعني ايه انسحبوا؟ انسحبوا وسيبوا بس المعدات الثقيله وتعالوا انسحبوا. ودي كانت اكبر خطا في تاريخ العسكريه المصريه كله، انك انت بتقول للجيش المصري انسحبوا بدون خطه، فبالتالي سببت في خسائر بشريه من شهداء في الوطن هنا في مصر، خسائر فادحة. اللي حصل في الانسحاب سبب خسائر اكتر من اللي حصل من الضربة نفسها. هزيمة 67 ما كانتش في الضربة زي ما كانت في الانسحاب. تخيلوا لما قائد الجيش بيقول لهم انسحبوا اجروا، مفيش خطة، مفيش غطاء، السماء مفتوحة ومكشوفة كاملة، بقى أصبح في سيادة جوية لإسرائيل في سيناء. على الأرض القوات الإسرائيلية كانت بتمشي بتسبق الجيش المصري اللي منسحب بسبب القيادات الغلط، بسبب عبد الحكيم عامر، وبسبب ان الرئيس عبد الناصر اما كانش اخطأ عسكريا في الامر ده، ولكنه اخطأ في وقاء عبد الحكيم عامر انه يفضل اللي ماسك الجيش في الفترة دي. ابتدينا بعدها حرب الاستنزاف، ومصر فعلا قدمت في حرب الاستنزاف تضحيات وبطولات كتيرة جدا جدا جدا. حرب السادس من اكتوبر 73 ما جاتش من فراغ، ولكن جت نتيجة اصرار الجيش المصري على رفع راسنا من تاني، والحمد لله استردينا ارضنا. ولكن لازم نبقى عارفين حاجة، ان لو انطبقت السماء على الارض 67 دي مش هتتكرر تاني، ومش من دلوقتي بس، لا من فترة طويلة، عمرها ما هتتكرر تاني نهائيا. الحمد لله استردينا سيناء. انا حاولت ان انا احكي مع حضراتكم باختصار شديد عن اللي حصل في 67، ولكن في تفاصيل اخرى، لكن ما حبيتش ان انا اطول عليكم. على كل حال اتمنى الفيديو يكون نال رضاء حضراتكم، وبشكركم جدا على مشاهدتكم للفيديو، وما ننساش الدعم للفيديو باللايك لانه بيفرق كتير. شكرا جدا مرة تانية على المشاهدة، سلام عليكم.